الخبر اللي جاي ده أنا شخصيا سعيدة بيه جدا، لأنه برضو بينطبق على الحضارة الفرعونية. ترجعوا مثلا لأصداء موكب المومياوات الملكية اللي تابعناه طبعا، واللي ما زالت أصداءه حتى الآن وحتى اللحظة، ما زالت الناس كل ما بيشوفوه لأنه موجود طبعا على السوشيال ميديا، موجود على اليوتيوب والناس بتتابعه حتى اللحظة. وعشان طبعا لو أنتم شايفين الشاشة ده عرض المومياوات زي ما تابعناه كلنا، الموسيقى قد إيه كانت مميزة، والموسيقى اللي بذل فيها الموسيقار الكبير طبعا المبدع هشام نزيه علشان يعمل موسيقى تليق بهذا الحدث الكبير، واللي وصلت لينا جميعا، وصلت لكل المصريين بمختلف الفئات والطبقات. هذه الموسيقى من جمالها ومن كتر ما هي عبرت، هي كمان العالم كله يعني أعجب بيها بشكل كبير. كان في جائزة اسمها موفي ميوزك اووردز، يعني جائزة موفي ميوزك اووردز في UK في المملكة المتحدة، وده كان للاووردز بتاعة 2021، وده كان وحاز فيها الموسيقار المبدع هشام نزيه عن موسيقى موكب المومياوات. طبعا يعني حاجة جميلة جدا. هو كمان كاتب على تويتر انه هو ليه الشرف انه ياخد ده، لان الحقيقه الجائزه دي بتعني بكل انواع الموسيقى، يعني كل انواع الموسيقات المختلفه، والجائزه دي انه هو كمان ياخدها ويقدمها الناقد الموسيقي جوناثان اللي قدمها له، بتعتبر من اهم الجوائز الموسيقيه في العالم كله. وقال الحقيقه جوناثان، قال في تعليقه على سبب اهداء الجائزه لهشام نزيه عشان العرض الرائع طبعا الموسيقي اللي قدمه، قال انها موسيقى اصليه من تاليف الملحن السينمائي المصري هشام نزيه. يعني هو علق بده، وانه قدر يدير هذه الموسيقى ويقدمها على الهواء مباشره. على فكره هم بيقدروا فكره الهواء، لان حقيقي الموسيقى تقدمت لو انتم فاكرين بالتزامن، فطبعا كانت حاجه رائعه وحاجه جميله جدا. واحنا بنحيي الموسيقار المبدع هشام نزيه على هذه الجائزه، ودايما ان شاء الله كل موسيقانا وكل مبدعينا يحصلوا على جوائز من العالم كله، طالما هي مرتبطه بحضارتنا ومرتبطه بما نقدمه بجديه وبحب. طيب